Thank you.
كيف عمل والسيد نائب البرلمان الهندي الذي دعي لمشاهدة الحفلات. وتكلم السيد كمال الدين حسين فقال: اليوم تحتفل المنصورة ونحتفل معها جميعا بذكرى انتصارها الخالد على الجيوش المعتدية. انتصر أبناؤها عليهم وشتتت جيوشهم. خطابا جامعا حيا فيه المنصورة وكفاحها التاريخي المجيد، ثم حيا العمال العرب من المحيط الى الخليج في يوم انتصارهم. وشرح الرئيس معركتنا الواحدة المستمرة التي يخوضها شعبنا العربي منذ اسر لويس التاسع حتى يومنا هذا. وقال الرئيس: اننا نحتقر التهديد ونعلن ان اسرائيل لن تمر في قناة السويس، وسنعمل بكل طاقاتنا على ان تعود حقوق شعب فلسطين الى شعب فلسطين لاهدافنا السابقة، وسنعمل على تحقيقها بكل قوتنا. نحن نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا.